مرتبط بالجزائر. لا نستطيع فصل الجزائر عن تاريخها، لا نستطيع فصل الجزائر عن تاريخها وعن أبطالها، لا نستطيع فصل الجزائر عن ماضيها. اللي يحب الجزائر يحب ماضيها، واللي يحب ماضيها يحب تاريخها، واللي يحب تاريخها يحب أبطالها وشهدائها، واللي يحبهم يعتز بهم ويتذكرهم ويدعي لهم بالرحمة، وكذلك يتفكرهم في أيام العادية للجزائر. شكرا جزيلا معالي وزير المجاهدين سيد طيب زيتوني على رحابة صدرك. أنا الذي أشكرك. لا شكر على واجب، الحديث معك كان مفيد وشيق جدا. شكرا لزملائي التقنيين العاملين معي هذا المساء، لأسرة حوار الساعة، لإدارة المتحف الوطني، للمجاهد لاستضافة هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم مشاهدي في كل مكان. ألقاكم الأسبوع القادم في عدد جديد وضيف جديد بحول الله تعالى. السلام عليكم.